اسم كبير ايضا عظيم في تاريخ الكره المصريه هو المعلم كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا من اللعيبه العبقريه، ليه اهداف شهيره جدا، هدف في المصري مثلا من نص الملعب، هدف في الاهلي على ما اذكر اللي ما اتحسبش في سنه 78 او حاجه زي كده. بس لمعان كابتن حسن شحاته التوهج بتاعه ما كانش في يعني قمه التوهج كان في الكويت، وهو لما توهج في الكويت مع كازما على ما اذكر برضه ابتدى يرجع بقى لمصر ولنادي الزمالك. انما هو واحد من اللعيبه القليلين جدا اللي اتعمل لهم هتاف مخصوص، يعني حسن الشحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم، ده تاني لاعب مصري اظن بعد حماده امام يتعمل له هذا الهتاف مخصوص. يعني بص شوف حماده بيعمل ايه، حسن الشحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم. الله. طيب